قال كسر. يبقى انا قلت اعود، لا قلت اعود. يبقى دي ضمه للايه؟ زياده في ضمه العين، يعني تمت ضمه العين سنه زياده. يبقى بحافظ على الابتسامه وبزود في ضمه العين سنه. يبقى قلت اعود. داخل على الباب. ده الحرف ايه؟ مرافق. يبقى برضه احتفظ. يبقى اسمع انت هي دي الآلة اللي خدها من الكتاب بتاعها عشان نعرف نقرأها عشان نتقرر عليها وربنا يكرمها. يبقى قل أعوذ، قل أعوذ. داخل على الباء. الباء حرف مرقب نفس الموضوع. إي قل أعوذ بي. القرآن يقرأ بالحرف مصداقا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا اقول الف لام من حرف ولكن الف من حرف، لا من حرف، ميم من حرف. ولك بكل حرف تقراه من كتاب الله 10 حسنات والله يضاعف اليه لمن يشاء بكل حرف. اذا فالقاعده الذهبيه، القاعده النبويه، القاعده الالهيه لقراءه القران أن يقرأ حرفا حرفا، هكذا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى أقرأ إيه؟ يبقى أنا في القاف، أركز في القاف قبل ما أروح للام. قول ورايح للام، وهكذا حرف الألف، ألف القاف اللي هي أول وأنا منطلق بقى كل حرف. القرآن تاني، القرآن يقرأ بالحرف وليس بالكلمة مجتمعة أو بالآية مجتمعة، ولكن الحرف الذي يجمع الكلمة ثم الآية ثم السورة ثم القرآن كله. فالقرآن كله كلمة واحدة، القرآن كله حرف واحد. عشان كده كان القراء يقول إيه؟ قرأ بحرف لا أعرف. قال قرأ بحرف، يعني هو القرآن حرف؟ نعم. القرآن كله مبني على إيه؟ على الحرف. لأن القرآن يقرأ بالإيه؟ بالحرف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف لام حرف ميم حرف. فقراءة القرآن تكون حرفا حرفا حتى بعد ما تحدث. لا يقرأ القرآن إلا حرفا حرفا. ده الفرق ما بين القرآن والقراءة القراءة العادية والكتابة الكلمة على بعضها سبحان الله. تبص عليها كده تاخد المعنى كله على بعضه، أو كما قال مش عارف إيه. ده كلام البشر والناس مع بعضنا كده. إنما كلام الله لا، ده موضوع تاني خالص. بالحرف هكذا قول. والقرآن غالب، يعني مهما تعلمنا كلنا تجد ان انت برضو ايه؟ تفضل تتعلم. ليه؟ لان ده كلام الله سبحانه وتعالى. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله. مع بعض شباب؟ قل بعد الباء هنا بقى مكسوره رايح للراء، الراء هنا عليها فتحه تبقى مفخمه، سواء كانت الراء عليها فتحه او ضمه تبقى مفخمه. يبقى اخد هيئه التفخيم ايه؟ قبل النطق بالراء، يعني اخد هيئه الكفر. يبقى انا كنت مبتسم في الباء دي، اروح راجع للايه؟ قبل ما انطق الراء دي راء. يبقى قل اعوذ بي راء. تشوف حرف حرف دي ما. خلاص كده رايح بعد الراء للايه؟ للباء. الباء دي منين باء؟ باء ساكنه وباء مشبوكه فيها تحتيها ايه؟ كسره، يبقى شده وكسره. يبقى انا هنطق اتنين ايه؟ اتنين باء. والباء حرف من حروف التدقيق، حرف مرقق، فانا هنطق اتنين باء. هنطق ب ساكنه وب تانيه مشبوكه فيها اللي هي الباء المكسوره، والاتنين دي واحدة وعليها شدة وتحتها ايه؟ كسر. يبقى الاثنين ب دول هطلعهم 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 ازاي؟ اخد الهيئة، الهيئة ايه؟ ابتسام. دي را، كنت في الراء مفخم واخد هيئة القربة. دي را. هروح بقى من اللي قبل ما انطق الب الساكنة وهشبك فيها الب المكسورة، لأن النطق يعني الكتابة، الكتابة هي مكتوبة ب واحدة، ولكن أنا لما هنطق هنطق اتنين ب. ب ساكنة وب ايه؟ مكسورة. يبقى بعد ما اخلص الراء المفتوحة دي راء،
هتلاقي ايه؟ اتساع هنا ليه؟ ايوه، يبقى قبل ما اروح للبيت اكون خدت الاتساع. الحقيقه القرانيه ده محتاج تدريب، ده محتاج ايه؟ تدريب. فلازم نتمرن ايه؟ مع بعض في الحلقه دي نتدرب عليها بعد ما تخلص الحلقه تسمعها وتتدرب عليها وتتدرب على الحاجات اللي احنا ايه؟ بنقول عليها ديت. وطبعا في مشايخ كتير بتتكلم في علم ايه؟ قراءه القران. فمرن نفسك لانك محتاج ان تقرا، وكلنا نحتاج ان نقرا القران قراءه صحيحه حتى نتحصل على مراد الله سبحانه وتعالى بما اراد لنا من الخير الكبير في كتابه سبحانه وتعالى. يبقى كده تختار اثنين ب، والاثنين ايه؟ هيئته ترتيب ديوراب بي. هدخل بعد كده على الف الايه؟ الف اللام لم عين الشمسيه ديوراب بي. طيب هنا هتبقى كانها الف وصل بالكلمه التي ايه؟ بعدها ديوراب ده كله انت رايح برضه للنون، لان انت عندك اللام الشمسيه بتبقى تابعه للحرف اللي هي هيحصل فيها ايه؟ هتبقى ملتقطه او ملتصقه بالحرف الذي بعدها او مشبوكه بالحرف الذي بعدها، يعني اللام مشبوكه في النون في كلمه الناس، وكأن اللام والنون هما حرف واحد وكأنه نون مشتتة، كأن في نون اللام تحولت من لام الشمسية. لام الشمسية يعني إيه؟ يعني نظرا للشمس يعني بالتقريب كده، إنما هي اللام صفاتها إيه؟ بيتم التعامل مع الحرف اللي بعديها على إنه جزء منه وهي جزء منه، يعني بتبقى إيه؟ نون. خلاص يبقى بقت اللام والنون دي كأنها اتنين نون، ولكن بتبقى هي كأن بتحل محل النون الساكنة. يبقى هما أصلا النون اللي عليها شدة وفتحة ديت عبارة عن اتنين نون، نون ساكنة ونون مفتوحة، بيتحطوا الاتنين جنب بعض أو تتكتب نون واحدة وتتحط شدة وفتحة، بنكتب اتنين نون، نون ساكنة ونون تانية مفتوحة، بنكتب في الكتاب نون. عارف بقى القارئ ولا دارس كده وفاهم إن دي اتنين نون. طيب هنا مش اتنين نون، هنا لام ونون. فاللام الشمسية دخلت على نون كلمة الناس وحلت محل الايه؟ النون الساكنة، وكأن اللام دي تحولت في النطق لنون ايه؟ ساكنة، يعني اللام دي مش موجودة، موجودة عند قدامك لام، لا انت هتحذف اللام دي في النطق وهتنطق نون، أن. طب فين اللام؟ اللام بقت نون، نون ايه؟ في النطق نون ساكنة. مفيش لام عندك، لأن اللام دخلت على النون وكأنها خرجت من صفاتها اللامية إلى صفة الحرف الذي بعدها، خدت شكل، خدت صفة، ولكن خدت صفته إيه؟ بسكون. تبقى أن، أن دي إيه؟ دي نون ساكنة إيه؟ يبقى اللام راحت بقت النون الساكنة دي. وأخش بقى على النون الأصلية اللي هي النون المفتوحة. يرقين ناء. طيب النون دي هنا ايه؟ نون مفتوحة وحرف مرقق وحرف من حروف الغنة. طب يخرج هواء من الأنف أو الخنشوب عند النطق بها، يكون هذا الهواء سببا في استماع جرس في الأذن، استماع رخيم أو رقيق أو جميل. يستحب انك تحب تسمع برب وهكذا برب. يبقى لام بقت نون، النون دي بقت ساكنه، دخلت في النون الثانيه المفتوحه، تنطق على انها نون مشدده ومفتوحه مع قلنا لهذه النون اللي ضمن صفات النون المرققه القرانيه. يبقى قل اعوذ برب بعد النون المفتوحة في ألف. في إيه؟ ألف. الألف دي مد بمد ألف أو بمد الألف دي بمد فتحة النون. يبقى نون مفتوحة ومدودة بألف. مش الناس على طول سين، لا نون فتحة سين، لا نون فتحة. ألف مد يعني بمد الفتحة دي شوية
المادة المرادة، فالمفخم يبقى المادة، مفخم يبقى مادة الحرف الذي عليه التشكيل في الحرف المفخم. إذا كان مادة الألف وأبدي حرف مفخم يبقى مادة المادة المفخم زي ولو الفاتحة. إذا كان مرتب زي هنا ومادة طبيعي يبقى برضه ما بين آية وابتسام، يبقى المادة يا إما بيبقى مادة مرقق على حسب الحرف اللي هبيه أو مفخم على حسب الحرف اللي هبيه، وهنا الألف هنا مادة مرقق لأن اللون مرقق. يبقى أقول إيه؟ أقول أعوذ بربي مختار حركتين أو ثانيتين أو عدتين. تمام؟ بعد كده هروح لحرف الإيه؟ لحرف السين. طيب السين ده فخر مرقق ولا مرقق؟ السين مرقق. هقف عليه يبقى هقف بسكون. إذا هوصل هوصل بإيه؟ بكسر. يبقى إيه؟ أنس. وده حرف من حروف الهمسة، يعني لابد الهمسة دي أو الصفة دي تقرع الأذن، أذن المستفاد. وأنا والقارئ هو أول المستمعين. أنا لازم أسمع إيه؟ س وسين وليت التاء وصاد وهكذا. حرف من حرف لا يبقى س ياخد صفر، يبقى كل أول بيرقق بيس لازم أهم. يبقى كده إيه؟ ما أقولش بيرقق بيس بنسي، لازم أسمع ليه؟ وصح حرف من حروف الهمس، يعني حتى لو واحد بيوشوش حتى او بيتكلم بصوت واطي تلاقي الحروف اللي هي الهمس دي بتتسمع. يعني اس، يعني حتى عايز تلاقي السين الصاد حروف الايه؟ الهمس اللي هي هتلاقي شخص متساكن. اتباعه يعني الثاء دي تتسمع حتى لو واحد بيتكلم بصوت، عشان كده اسمها همس. يعني حتى لو بتتكلم بالهمس لا لا الا همس لا تسمع الا ايه؟ همسة. لا تسمع الا همسة اللي هي حروف الايه؟ الكلمات اللي فيها حرف من حروف الهمسة دي وهكذا، حتى الفاء الفاء وهكذا. فالسين من حروف الهمسة يبقى لازم تتسمع. فما بالك بقى واحد بيقرأ والمفروض ان انا قاعد بسمعه والمفروض يقرأ بصوت عالي وما يبقاش في سين، يبقى ده بيقرأ ايه ده؟ اذا كانت حروف ده حرف همس يعني في الصوت الواطي في الهمس المفروض بيتسمع، فما بالك المفروض بيقرأ. يبقى قل أعوذ برب الناس كده، مش الناس فين السين؟ مفيش سين، يبقى كده في حرف ناقص في القراءة. فلابد إن احنا كل حرف نبقى عارفين صفته ويخرج ويخرج من مخرجه الحقيقي بصفته سواء كان فخم أو مرقق وكذلك التشكيل. يبقى قل أعوذ برب الناس، وقفت على كلمة الإيه؟ الناس، وقفت على السين بسكون. والوقت القرآن لا يكون إلا بسكون. الوصل يكون على حسب الكلمة وما وما أنزلت به من فتح وضم وكسر. يبقى قل أعوذ برب الناس لو طب لو أوصل برب الناس سيما سيما، يبقى سين تحتها إيه؟ كسر أنزلتها كسر. أنا ليه بقول أنزلتها كسر؟ لأن أحيانا حتى الكلمات لا تخضع للإعراب، يعني مش هقول لك على حسب إعراب، لا ما أنت على حسب ما أنزلت، يعني على حسب زي ما النبي قالها وزي ما الصحابة اتعلموها وزي ما وصلنا. أنا يعني كنت بقرأ على أحد مشايخ وبعدين إيه بقول فلا، قال لي لا مفيش فتى، مفيش فلا، أقول فتى، أقول له ليه ما هي فين؟ لم ألف، قال لي شيخي قالها لي كده، تلقيتها من شيخي كده، كنت تتلقاها ده الأصل، يعني ما فيش حاجة مش هسمع ليه، هو الشيخ الشيخ اللي علمني سمعها كده من شيخه وفضل وشيخه سمعها كده من شيخه لحد ما توصل لسيدنا النبي، سمعها كده من سيدنا جبريل، سيدنا جبريل سمعها كده من الله سبحانه وتعالى، فهي وصلتنا كده. ده كلام غلط، فهو ده القرآن. فقال لي اه فلا، لا فلا دي ما فلا تقولش فلا، يعني في حاجات كده ايه تلقيتها كده زي ما تلقيتها
زي ما قلنا وزي ما علمنا، ما تاخدش اجازه غير لما تقولها زي ما ايه؟ زي ما كما انزل. كما ايه؟ كما انزل، مش على حسب قواعد اللغه العربيه. يبقى هي الناس هنا تحتها كسره كما انزل، هي انزل كده. الناس هي تحتها انزل، قرئت بكسره في الوسط وقرئت بسكون في الواقع. يبقى الايه اللي معناها ايه؟ قل.